السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايب لكم لعبة جديدة وهي لعبة كول اوف ديوتي. ننسى بقى بابجي وننسى كل بقى اللاجز اللي في بابجي والجرافيك العادي. احنا دلوقتي معانا لعبة فعلا تستحق التجربة، وأنا متوقع لها إن شاء الله إن هي هتكون فعلا يعني هي رقم واحد في الفترة اللي جاية. موعد اصدار النسخه الرسميه من اللعبه دي اكتوبر. دلوقتي احنا في فتره تجريبيه بتشتغل على سيرفر في استراليا فقط، ولكن هتنزل رسميا للعالم كله في 1 اكتوبر ان شاء الله، يقدر كل الناس تحملها. هنستعرض دلوقتي اهم المميزات اللي في اللعبه. طبعا هي فيها ملتي بلاير وفيها باتل رويال. بداية من ليفل 1 لليفل 7 بتشتغل على الملتي بلاير، بعد كده بيفتح لك الباتل رويال بعد ليفل 7. بتبدأ معاك اللعبة زي ما احنا شايفين اهو، انت بتحصل زي تريننج صغير عشان يعرفك ازاي طريقة اللعب والتحكم فيها، ويعرفك ايه الاوبشن الجديد اللي فيها. يعني من الحاجات المميزة جدا الحاجات اللي بتبقى موجودة معاها صاروخ موجه، انت اللي بتوجهه على الاعداء. بعد ما بتخلص التريننج الصغير اللي هو في المقدمة ده، بتبدأ بقى يخش معاك على الداشبورد بتاعتك. جرافيك طبعا عالي جدا 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 يا جماعة، عالي جدا جدا جدا، خيالي بمعنى صح. بيديك 4، بيديك 5 شخصيات، تسمي كل شخصية باسم اللي انت عايزه، بيبقى له اسلحة معينة. الأسلحة دي اللي انت بتبدأ بيها في المالتي بلاير بتاعك، تبدأ تعمل لها ابجريد، بعد كده تقدر تضيف لها أجزاء معينة زي السكوبات والحاجات اللي زي كده. هنا المالتي بلاير اهوت، نبدأ ستارت. خلينا نخش ندخل جيم وأوريكم ازاي تقعد اللعب. اتمنى بقى ان اللعبه دي ما تكونش فيها هاكات زي بابجي، لان احنا تعبنا وقرفنا من الهاكات اللي موجوده اللي بوظت اللعبه خالص. اسيبكم تتفرجوا على جيم في المالتي بلاير ونرجع لكم تاني. Cover me.
هنا بيوريك ان انت اتنقلت من ليفل 1 ليفل 2. هنا ديت هنا بقى في الأدوات الإضافية اللي انت بتاخدها زي القنابل وحاجات حاجات تانية هنشوفها مع بعض. هنا السيزون بتدخل عليه، سيزون 1 سيزون 2 أيا كان تدخل عليه من البورد ديت. وهنا عشان تعدل الأشخاص بتاعتك الشخصيات بتاعتك وتضيف القنابل والأدوات بتاعتك وتعمل أبجريد كمان للأسلحة وحتى كمان المظلات والحركات والموشنز الموجودة. انا هعمل دلوقتي ابجريد للسلاح اللي معايا اهوت. المفروض ان هيركب عليه سكوب. طبعا الابجريد بيتعمل بالكاردز الموجودة اللي بتكسبها من المراحل، كل ما بتعدي مرحلة تاخد كارد معين تقدر تعمل بيه ابجريد للسلاح بتاعك. كده انا هضيف السكوب بتاعي عشان اركبه على السلاح بتاعي. هخرج من هنا تاني طبعا. جوائز يومية زي اي لعبة اونلاين بتتلعب. طبعا هنا بيقولك ان ده السيزون رقم 1. فاول مره هتدخل اللعبه هيبدا يشرح لك، بس بيديك القائمه ديت يبدا يشرح لك شويه حاجات فيها. هنا المهمات بتاعتك اللي انت بتعملها، ومن هنا بتجمع المهمات اللي انت انجزتها. الطير ديت بقى من 1 ل 2 ديت دي زي الار بي بالظبط في الببجي، وبتشتري البريميوم من هنا. طبعا هتتفتح البريميوم ديت هتشتريها بعد، هتتفتح لما تبدأ اللعبة رسميا تقدر تشتري منها. بس كده انا حبيت اوريكم بس اللعبة كبداية. تابعوني عشان ان شاء الله اخلص فيديوهات كتير عن اللعبة، لان انا يعني شبه قررت ان انا خلاص اشيل البابجي خالص من الحسبان وابدأ اركز في اللعبة ديت. تابعوني هنزل ابديت عليها على طول اول باول، ولما تنزل ان شاء الله نشوف جيم بلاي كتير منها ان شاء الله باذن الله على القناة. شكرا ليكم، تحياتي، اشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله جديدة. السلام عليكم.